وعلى صدد أعمال المنتدى التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة المنعقد في مدينة فاس المغربية، قال وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك في مقابلة له مع وكالة EFE الأسبانية أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بدأوا حربا اقتصاديا بهجماتهم الأخيرة على البنية التحتية النفطية، مستنكرا عدم الحديث عن فضائعهم، ويحذر من أنه لن يقبل الشعب والحكومة النموذج الإيراني وتجربته في بلادنا.